مش هيقلل من تركيزنا وصردنا سواء هنا او هناك. عندنا استعداد زي ما هم عندهم استعداد، عندنا استعدادنا سواء هنا في المباراه او اتلقى او اتاجلت او تغيير الملعب وكده. فلا ما فيش حاجه، ان شاء الله خير وان شاء الله محافظين على تركيزنا وان شاء الله. انت شايف كده بين 1-0 عندكم اسبقيه في الهدف، يعني كيف ستسيرون المباراه اجل اخراج البركه؟ بص احنا يعني الحمد لله طبعا عندنا قطعنا شوط كبير جدا المباراه الاولى، بس احنا ده مش حسبنا، يعني احنا جايين نلعب على المكسب ونلعب على الفوز. وده النادي الاسماعيلي لعب بنسخته قبل كده، وصل للمباراه النهائيه وطبيعي جدا باللعيبه الموجوده واسم النادي الكبير النادي الاسماعيلي. ان شاء الله نحط النادي الاسماعيلي في المباراه النهائيه ان شاء الله. مباراه صعبه علينا وعلى نادي الاقراء، عندهم ظروف زي ما شوري أفضل إفريقيا ومشاكل يمكن تأمر أكثر. لا أنا يعني بالنسبة لي ما بحسبهاش كده، اللعيب عنده حسابات تانية واللعيب المحترف طبعا أكيد بيفكر في كل بطولة على حدها، يعني زي ما احنا بنفكر نفس الشيء سواء بنفسك سواء في بطولة الدوري العام أو البطولة العربية اللي هي الأهم لينا طبعا.